الفكره جاتني زوينه. علاش؟ حيت كتبريزونطا فيها المغرب كامل وكتبريزونطا فيها وميم طول لا ليست ديال ليكيب ناسيونال اللي شاركت في كان 2024. دونك خدمنا واحد التقنيه ديال كتسمى سي جي اي، يعني كندمجوا لا 3 دي مع لي فوتج غيال. دونك خدمنا لي فيديو ديال المغرب، الصحراء، الشمال، الجنوب، ودخلنا فيهم لي توني ديال المغرب. يعني كل منطقه كتمثل واحد ثلاثه ديال اللعابه. كان تقريبا في سيمانه. حيت علاش؟ حيت لا ليست ما كانتش عندنا فينال، دونك لا ليست كتبريزونتا حتى النهار الاخر. دونك حنا كنا خدامين على اللعابه اللي كانوا باينين قريب اللي غيجيو المنتخب، ولكن في اللحظات الاخيره بدلنا داك الشيء اللي تبريزونتا تما يعني شي ساعات قبل. الاصداء يعني فرحنا ملي كل شيء فهم ديك الفكره وداك وعجبوا داك الفيديو وديك الطريقه، سيرتو حتى المدرب وليد الركراكي عجبته الفكره بزاف وكان متحمس يبريزونتيها كما كنا متحمسين حتى حنايا. بعد مجموعه ديال البرامج والافلام والمسلسلات اللي خدمناهم مع التلفزه ولا في المجال السينمائي واللي استعملنا فيهم المؤثرات البصريه وتودي وكل شيء، يعني انطلاقا من هذا المعطى اتصلوا بنا الناس ديال المهرجان الدولي لسينما تحريك على اساس انه نشاركوا في هذه الفعاليات من اجل يعني التواصل والوقوف على انواع الخدمه والتقنيات التي يعني نستعملها في هذا المجال، ومن طبيعه الحال من اجل كذلك التواصل مع مختلف الفاعلين في المجال وتبادل الخبرات فيما يتعلق بسينما التحريك والمؤثرات البصريه وما يتعلق بها من تقنيات جديده التي يمكن يعني تتطور سنه بعد سنه.